يصير 500 تقريبا، وده يمكن نتيجة الكومفورت زون. كلنا اتربينا على اننا عايشين جوه الكومفورت زون. انا راجل والدي موظف وبنتي رب الحمد. اقصى طموح او الثقافه اللي متعود عليها او انا اتربيت عليها ان اذاكر واتفت. كان حلم والدي ان انا اخد الدكتوراه عشان ربنا يكرمني ان انا اشتغل موظف. لكن ده ما يعنيش التميز. انك تبقى بزنس مان لازم تطلع بره الكومفورت زون. زي ما قلت لكم كثير من الاحلام او الواقع اللي احنا عايشينه ما بيكونش الحلم بتاعنا، بيبقى حلم الوالد او الوالده او حلم الاسره او حلم المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ويبدا طيب الرساله اللي هي ان انا عايز ابقى دكتور من غير ما احس. تفاجئ بعد ما شخصيتك كلها تتكون اخذ من في الجامعه انه ده مش اللي انت عايزه، ده اللي انت عايزه، مش فني بتاعك. خلي دايما عندك حلم وعندك فكره وعندك قرار. كتير مننا برضه قبل ما ينام بيبدا يسرح في خياله انه عايز ابقى مدير، عايز اشتري عربيه، عايز اشتري شقه، نوع الاحلام ده. لكن هل انت صحيت الصبح بدات تاخد السلم اللي بتوصل لده؟ قليل من العمل ده. العمل ده هو اللي وصل، هو اللي اصعب الكيان نفسه. كنا نعمل لنفسك حلم او احلم بحلم لازم تترجمه للفكره. الفكره دي لازم تجتهد عليها، تبدا تشتغل عليها عشان تفضل عشان تقدر تحققها. خلينا نتفرج على حاولت اطور من نفسي لحد ما ربنا اكرمني اشتغلت في شركه اولى مصريه
بدأت بقى أحط السن للنكست دي بالنسبة لي. أنا كان عندي حلم كبير ومكسر الطريق دايماً، لو أنا نفسي أبقى مليونير لازم أبقى مليونير بكرة، لا مش هينفع، لازم أحط منطق السيلز خطوات عشان نوصل للمرحلة دي. كأني بكسر المليون دول أخليهم إن شاء الله بثالث. فور إكزامبل لو أنا عندي هدف عايز أوصله ببدأ أجزاء الهدف الأهداف أصغر، وكل ما أوصل للهدف أكمل أدخل على اللي بعده أدخل على اللي بعده، وألاقي نفسي من غير ما أحس وصلت للهدف الكبير بتاعي. ده قدر برضه لإجتهاد في العمل، كل ما أجتهد أكتر كل ما أحقق أكتر كل ما ربنا يديها. هي المعركة يا جماعة تكون مسلم بيها إن ربنا مجتهد نصيب، وكل الأديان تحس على العمل وعلى الإجتهاد إن الله يحبك إذا عمل أحدكم عملا أن يتم وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله ويؤمنون. كل ما اشتغل أكثر كل ما ربنا يهتم أكثر كل ما ربنا يوسع رزقك أكثر. شغلنا أنا اشتغلت في شركات الأدوية لمدة 7 أو 8 سنين. بيبقى عندنا تارجت تقولي في المناطق اللي احنا شغالين فيها، كنت ممكن أبقى منتهي بشكل عنيف في المنطقة اللي هي جاية بس زي طنطا أو زي اسكندرية، وفجأة آخر الشهر المبيع بتاعها أقل من الفترة اللي أنا ما كنتش مركز فيها، بس فبلاقي ربنا عوضني في حتة تانية، فبلاقي التوتال إن أنا اتكافئت على الاجتهاد اللي أنا اجتهدته ده. فهي معركة مسلم بيها، كل ما أتعب أكتر، كل ما اجتهد أكتر، كل ما ربنا يديني طول. تيم ورك ده أنا طبعاً، ده الدكتور عماد عبد المنعم، ده الدكتور مصطفى الشربيني، دول أصدقائي وأخواتي. من الحاجات اللي سهلت عليا اذا اعتبروا بعض النجاح في وجود الناس اللي معايا، اذا بنشتغل كتير مع بعض، واذا كان وقوفي هنا ممكن اقف ثلاثه بس يعني ابتدت اختار ان اكون موجود معاهم. انا حابب اوجه لهم تحيه السعادة الخبرة اللي موجودة
بشكل كبير للبروجكت او للمشروع اللي انا شغال فيه. فمن الجميل ان بعد المشروع ابدا اركز في التفاصيل علشان ابقى في مميز. دايما الشخص المميز بيبقى فيه هاله حواليه. بيبقى فيه ضغط حواليه، دايما الناس حواليهم كلها دي بتكون رصاصه لان ربنا بيكون مميز بيه. حسن الظن لله ان انا حبيت المفروض نبدا السلايد دي كده من البدايه للاخر. كل ما يبقى عندك قناعه ورضا اللي ربنا بيقولها، كل ما تجتهد اكتر، كل ما تسعى اكتر، كل ما ربنا يديك. زي ما قلنا في بدايه كلامنا هي معادله ثابته. اتعب ربنا هيكفي. خلي علاقتك كويسه ربنا، خلي علاقتك كويسه للناس. باي ذا واي يا جماعه، من اقوى الحاجات اللي بتضيف في البيزنس هي الريليشن شيب. احنا يمكن استثمارنا المجموعه اللي شفتوها في الصوره دي كانت متقبله اكرامنا في اخر 3 أو 4 سنين. بنستثمر في بيج بروجكت يعني بالاكسيد تقريبا النص مليار جنيه. احنا اللي بنديها ده المجموعه كلها احنا منهم اجزاء فيها، لكن احنا متميزين في القصه دي. عندنا نص الحمد لله بنحترم الناس كويس جدا، بنعامل الناس كويس جدا، بنحط مانجمنت بروسيس محترم جدا. الريليشن شيب اللي بنعملها مع الناس او العلاقات الجيده مع الاخر هي تعتبر قوة كبير في البيزنس. كل ما يبقى علاقتك بالناس كويسه، كل ما الناس تتكلم عنك بشكل كويس، كل ما يبقى فرصتين او ثقه من الناس فيك. في المشاريع الكبيره صعب جروب او واحد او اثنين يعملوها، انت محتاج سبورت من الاخرس سواء اسهم او غيره. كل ما يبقى علاقتك كويسه بالناس، كل ما الناس سهل انهم يدخلوا معاك في المشروع ده. عايز اقول انه من الحاجات الثانيه اللي المفروض تعتبر عوامل نجاحنا القرب والمتابعه. كل ما تبقى قريب جدا للناس، قريب جدا للموظفين اللي شغالين معاك، قريب جدا من تفاصيل المشروع، كل ما بتنجح اكتر. قرب المتابعه ده سلوجن لو كلنا حطيناه قدامنا وطبقناه في حياتنا عموما، واي معلومه ممكن اسمعها اطبقها في حياتي، الموضوع بالنسبه لنا هيبقى مختلف تماما. اخر حاجه عايز اقولها، ما تستناش حد يعملها، انت الوحيد اللي هتقدر تعمل ده، انت الوحيد اللي هتقدر تنجح. النجاح مش سهل ومش صعب، هو عباره عن تحدي. مفيش حد بينجح بالصدفه، واذا كان في حد نجح بالصدفه ممكن تعرفوه عليكم، فده مش ده الموديل، مش ده النموذج، او مش ده اللي بيمشي بشكل مستمر. لما تسعى تجتهد وتتعب ربنا هيكرمك وهتحس بمتعه النجاح. الموضوع مش بس فلوس يا جماعه، مش بس وضع اجتماعي، في متعه للنجاح ده. انت تقدر تعمل ده لو كل واحد فينا بس غير البرسبشن او القناعه اللي في دماغه، وحاول يفكر بره صندوق، حاول يقنع نفسه انه يقدر يعمل ده، ويقنع نفسه انه شخص يقدر ينجح. اعتقد ان القصه تبقى مختلفه تماما عن الواقع اللي انتم عايشينه دلوقتي.